أستاذ محمد حمدي مصطفى، أنا سعيد اليوم بلقائك، وإن شاء الله هيك نستذكر قبل 25 30 سنة 40 سنة ما بتعرف قديش كيف بلشنا بمهنة الدوبلاج، العمل المهم يلي هو النمر المقنع. النمر المقنع شكون مشتغل فيه؟ النمر المقنع لا أنا عامل شخصيتين اللي هو نفسه تامر هو نفسه النمر المقنع، واشتغلنا عمل اسمه في جعبتي حكاية. هذا العمل طبعا كله مع الأستاذ مناح حجازي. هذا العمل كتير حلو، من الحكاية يلي كانت تقلنا ياها ستي وستك وأمي وأمك القدمة، كيف مثلا ضفدع مسحور بيطلع امير، كيف غزاله بتطلع اميره، هيك هذا كثير حلو العمل. واشتغلنا عمل تقريبا توثيقي يلي هو كريستوف كولومبوس. كريستوف كولومبوس كيف راح اكتشف امريكا وكيف مول الرحله تبعه وراح على امريكا وجاب معه هنود حمر للملكه اليزابيث وقنع انه في مناجم. بس انت يعني كيف كان لقاءك بالدوبلاج؟ يعني كيف انت شفت كونك انت خريج معهد مسرحي ودارس مسرح؟ الدوبلاج مهنه صعبه. اذا واحد ما حبها هي بدها حب. الدوبلاج اذا ما حبها الواحد ما بيبدع فيها وبدها موهبه. يعني شو بتختلف عن يعني طريقه الاداء بالدوبلاج؟ تمثيل الدوبلاج شو بيختلف عن بقيه المجالات؟ هلا الدوبلاج انت فيك تجيب اي شخصيه تعرض عليك، بتجيب لها طبقة صوت، بتشغل خيالك فيها وبتلبسها لهالشخصية. أما وقت تعمل دراما أنت يعني تصور دراما، ما في أطر محددة بدك تمشي من خلالها. أما الدوبلاج الكرتون أو الأنمي إذا في لعب بالصوت بالدراما بيقولوك عم تهرج. مثلا نحن منبالغ أحيانا نرعيس عصابة نعمل، اما بالحياه ما فيك تعمل هيك بالدراما. هلا قصدك انت شو المعهد يعني ما له علاقه مع الصوره؟ كيف كان تعاملك مع الصوره؟ المعهد ما له علاقه بالتدريس تبعه ما في ماده ما في ماده اسمها دوبلاج. مشان هيك انا عم اقول لك يعني كيف انت فانت قدرت تواجه التحديات اللي هلا نحن وقت بلشنا ناخذ شخصيات كنا نتحرك نفس الحركه اللي عم تتحركها السوار ونضحك كثير. يعني مره المشرف قالنا لو يجوا نسوانكم يشوفوكم بيطلقوكم كلكم مثل مجانين. فتخيل نحن باحد المشاهد وفي اولاد صغار بيلحقوا لنمر مقنع بيضربوه بالحجار، فكل الممثلين عم يعملوا وعم يحكوا لك شو عم تساوي. هلا بعد ما صرنا محترفين وكذا فيك تعمل اي شيء بصوتك، بس ما عاد تعمل حركه بجسدك. بالاول وقت طبعا كان في اندفاع بالاول، يعني بدنا نعمل شيء بدك تثبت وجودك. يعني انت متخرج من المعهد، تلفزيون ما كان في اذاعه في ممثلين مخضرمين ما بياخذونا، يعني يعطونا كلمه كلمتين. فلقينا منفذ انه هو الدوبلاج. في ناس ما حبوا المهنه ابتعدوا، وفي ناس مثلنا يعني الحمد لله نحن ابتعدنا. شو اكثر موقف طريف باعتبارك انت مو بصير معك مواقف طريفه، انت بتصنع الطريف. هلا نحن شو كنت تصنع وشو صاير معك مواقف طريفه؟ ممكن نحن خاصه بالبدايات بالبدايات وقت اخذت النمر المقنع كنت عامل قبله كريستوف كولومبوس وفي جعبتي حكايه. فمناه وقت شاف طبيعه صوتي وبين الممثلين قال ما بيركب النمر غير على الاستاذ محمد، لانه طبقتين هو عادي وجعير. فالجعير رصاصه مسيك لالا وقت الجعير انا اعمل هيك وبده ينط على الحلبه من فوق من على الحبال لتحت، هلا ما فيني اصرخ يمكن بيهبر شيء اعمل هيك. فاي مره رضا يحط ايدي على فوق السماعات يعمل هيك اللي وليش قد اللي يقدرني. فانا نعملها بشغل كوميدي. فنحن كان ايامنا وقت كنا صغار في بياعين اسكا، عرفت شو؟ بيع اسكا انت معهم؟ بعت انا اسكا. فشو قال له انا لاي مره رضا على التسجيل اسكا 200 ليره يضحك
انه عارف شو انه النمر مقنع بيبيع اسكا ان قضيه يعني. هلا نحن لو ما كنا بنحب بعضنا وبنحب المهنه وبنحب الشغل ويا ما نقعد مع بعضنا نحن رفقات بقلب الاستوديو اكثر ما تشوف اهلنا يعني. ايامات نفوت على الاستوديو ما كان هلا كل واحد على شانل تعرف انت، كنا نجتمع كلنا الممثلين نقعد بالاستوديو نفوت سوا. هلا انا كمحمد خاوندي انا في كثير ناس ما صار لها 3-4 ايام فت على صيدليه فيها صيدلانيه دايره وشها ظاهره علي يعني، قلت لها صباح الخير التفت الدغري قالت لي عرفتك من صوتك قبل ما اطلع. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد، وبالختام بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك وان شاء الله هيك وانا كثير مبسوط بالتوفيق ان شاء الله. وعلى فكره بتعرف انت قديش لك معزي محبه طبعا من تبعك للبلد كريم. تسلم يا رب، ما قلت لك بالكرم على راسي. كواليس ابتداء من 24 أبريل في جدة سيتي ووك، احجزوا تذاكركم الآن.